نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر. شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق. لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها. وشريهان برضو اللي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي. وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية مش عاجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال لها هي الساعة كام دلوقتي؟ 1:30. يا لهوي انا لازم امشي. بقول لك ايه، لو تستجدعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قولها اتحسرك فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. وليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده ايه خش ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست سيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ دي هبني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، I'm just saying because you're asking that's all. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي أيوة والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ بصي شكلها عامله ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انت متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي. جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انتي لابساه مدخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. يو ار سو جيلس، ات فيتس مي لايك جلوفز. يلا يسو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يسو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه يا استاذه، معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم، وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي. انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه، ممكن تخش كده بالكرسي شويه؟
اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي ان اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل السبب. يا استاذه يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، ان المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد يعني. نبيل عايزه الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه انت معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. And action. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير. يعني دي حاجه ضروريه. مش منتي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده انتوا رايحين فين يا جماعه؟ I'm almost done. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكوا. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش شفتي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا ولية يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا ولية؟ الله يرحم لما كنت داخلة علينا الشارع الكع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا ولية يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها. ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه من لك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكم عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قطعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخس عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعه سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي. انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زنت البنات يا سبوحه يا شحروره انتي يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو حبيبه خالته يا ناس.
كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشكه بكلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله. ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطة في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياه من ساعه ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخان عشان هفتن. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالي كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها يا خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي، انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا. بتسلم عليك والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصي لي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحة النفتالين دي؟ لا دي ريحة الاسبراي بتاعي، بس هي كارفة بس. اسبراي؟ يقضي على الرائحة والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. انت كلمت يا هاني، ما تهدي السرعة شوية. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرضها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني؟ ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتأمرزك. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتأمرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتأمرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي هيخش بينا احنا الاثنين في اي خلاص فيه. خلاص خلاص براحه. صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله، فين دينا؟ ما حد يرد. الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في ايه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ أنا اللي يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي، مفيش التزام. وحشتيني يا توتي قوي. انت اكتر يا عبودي، كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتيني بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا.
هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روحي. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيلا ماكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. ايوه نالي، انت روحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزم امي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزيه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى قاعده عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلتي وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها، الست كلاسي الشيك، شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعه المغنيين، ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي، كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. لف 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 فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا تزحلق، يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح، ثانيه واحده، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين. 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني اكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي لوحدي؟ بتاكل لوحدك. تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كانت فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ غير تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسكسك. يلا يلا يا سمعة يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين. دلوقتي هنلعب. ما تستعجل.
هدى شوي. ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة، أهلا 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 يا ولاد، ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما أنت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مادام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا أقول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ قالت آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي، بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي، البقية في حياتك شدي حيلك something like that. إيه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. اوكي فين بيكو؟ هاي here she is. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي حياتك البقاء. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي، شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي، خليكي كده بوزيتيف، حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك. فاكره؟ شي سو كيوت. لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايدة. ايوه زايدة. فاكرة. لا يا بيكو انتي مش فاكرة، انتي كنتي بينج، انا كنت واقفة معاها برا. انتي مش فاهمة الست كانت منهارة. ايوه كانت عمالة تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حتة مني اللي جوه، كان ناقص نجيب لها اوضة جنبك. خلاص وخطوبتها انتي ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ للي بليز ستوب ات. خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانت عروسه. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. اوكي ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الراس بعيد عني. طب ركز بقى شويه. ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي، حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننت ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك اللي قاعدة مستحملة من بتاع الزفت ده. ايه ده؟ يا بنتي الغبية اللي بتضربيني بالكرسي. انت كمان غبي يا هاني. انت ليلة اهلك سودة النهاردة. بيت عربية المجانين يطلع. لا ما حدش يطلع. اوعى عليا اوعى عليا. انتوا غريب المجانين، اطلع برا. اطلع برا. اطلع برا. شيرين هاو دو اي لوك؟ يو لوك جريت. هاي شادي. هاي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. بدأت يا شوش؟
اثبتي ولا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخني في خماره ولا انت امير كراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انتي بنت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقصلك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. مش اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالعه. ماشي. ماشي يا شوشه. انا مش همد ايدي تاني يا شوشه، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب هنا عشان رجلك. وحيات امي. طب اصبر. هتعمل ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص 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 كفايه هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقل اركب عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذر لي الاول؟ طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني ايه اللي مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعة دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد. زفتة وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو هو انت لسه قاعدة عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. والاقولك خليكي خليكي خليكي، ابعتيلي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قوليلي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبيه عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبيه غبيه. عايزه اتسحب تتفصل زي دي يا جماعه. Oh my God, no way! No way! No way! بابي الحقني، أنا خبطت برتقالة بالعربية. لا، I guess مصرة. أنا لما أطلب من حضرتك طلب، حضرتك تنفذ الطلب بدون أي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. أيوة يا فندم. لا يا فندم، أنا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف إن أنا ضابط شرطة، يعني أهم حاجة عندي الإتقان والإخلاص في العمل. أنا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. أراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام. شكرا شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران عمر فندم، انده لي يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وأنا مسؤول بنفسي. ها؟ احكي لي كده بالتفصيل إيه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك أنا كنت نازلة من الأتوبيس مروحة على البيت، أصل أنا كان عندي عيد ميلاد. آه طبعًا، كل سنة طيبة. واضح جدًا يعني. مش عايز التفاصيل قوي دي. ها؟ حاضر. بس حضرتك نزلت من الاتوبيس، رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبادة؟ قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني.
خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباده، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ ما عنديش يا باشا. ما عنديش توفي ليه؟ مش خشك. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثة. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو قال بس ايه الهبل ده؟ يا زهران عمر يا فندم اندهلي يا ابن الست اللي بره. والسعي كده؟ ايه والسعي ده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مراتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند الراجل. اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي، والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، واللي هيرم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمه لك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين. الو، اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها، ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر فندم خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. حضرتك انا خايف على الصحفيه، ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم. طيب روح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئة والله، هي اللي خبطتني بالعربية. هي كل واحدة تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك. ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اتحشني. حد قال لك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سفر ونزل براس الاول ومش قلبينها على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت بتدخلنيش يا عم. ايه اللي على سفر ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى، انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا لا لا، ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقانه على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهة. خالتي خالتي. بنتي يا شريهة. خالتي عاملة ايه؟ يا حاجة ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس. دي تعليمات الباشا المأمور برضه. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا لا لا، انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المرة الجاية اكون اجنبي، بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المرة الجاية. ايه يا بت، ما تمسكي نفسك شوية، اجمزي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي، وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت
مكتب البيل مامور فين؟ ايه ده؟ استاذ عبد الله. ايوه. اوبا، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش. حتى ازيك مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لمونايه صغننه كده؟ ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها، وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز، وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا. ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط باذن الله، ثم احنا عيله واحده، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم انا المعلومات اللي عندي ان نيلي بنت عم لبلبه. لا ما اقصدش كده. لا يا فندم، نيلي بنتي انا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية ايه يا فندم؟ شريهان يا فندم اخت عمر خورشيد. يا فندم مش القصد. انا فاهم حضرتك ببساطه. اخويا عبد الحليم. حضرتك اخو عبد الحليم؟ حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شادية، خلفه شريهان. خلاص؟ ونيلي بنتي انا وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني، والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صله الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحياة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم. يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي؟ مش موافقة. مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، ودل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، إن الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش أي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس إيدك خلينا أروح عشان أقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ يا حبيبتي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وأنا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين؟ اللي هنعيده هنزيده؟ الله. No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. أنا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي أنا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، أنا سكتلك من الصبح. استني أنت. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ يعني ده جازتنا يا اخويا ان احنا اتنازلنا؟ هي ما تقصدش. على فكره انا اقصد واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئه دي؟ لا 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 جرى ايه بقى؟
وبعدين يا استاذ عبدالله ما تعمل كنترول شويه يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شاريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين نفتكرك، وكفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعه دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه؟ انا هوصلكم. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقول خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده؟ ست صباح انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضه بالظبط. قصدك البفته البيضه؟ ايوه بالظبط هي البفته البيضه دي. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير. اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربيه. لا انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في القسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله. انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي اجي فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعد وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام واخ مع الله بركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هم الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينيه، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصله ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضلوا بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان ده لبلب في اللغات. امال ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور بصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو؟ الله بحب الكلمه دي منك قوي. طالعه ببقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبد الله، دي حاجه بسيطه كده. 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقك. والله ما كان له لازمه التعب. اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهن اللي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قال لك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه. مين دي يا خالتي؟ دي الحاجة ميمي
مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجة؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. اصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتطيق جدتك ولا ابوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته، وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم اخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت، ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها يبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز بليز، انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر على نفسي زيتونه ليمونه whatever. مش whatever، ليمونه زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. على لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي؟ الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح. ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنتي لا تعضك. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني، انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام مام بليز اهدي، بي كوايت مام. ايه ده عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو، دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه، بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش، اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل. انت عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركه شحن وتجاره لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي ما حد يعرف، الله يرحمه صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامة نيلي قدرت أوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود أراضي ولا أملاك ولا أي حاجة؟ والله يا بنتي لا أبيض ولا أسود، ما لقيناش في الخزنة غير العدد ده، بس داد كان قال إن الثروة في لغز ميكي، جايز يقصد إن الثروة الحقيقية في العلم اللي سابه. علم؟ شلاه يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. اه مش مهم ما علينا. هي الأمورة الزغننة فيه؟ الأمورة في النادي. عندها تدريب، متفوقة رياضيا جدا. النهاردة كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغداء، دي ما فرت فنيا اعمل ايه يا داد، قلت لها بنتي روحي وحصلين واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول، يلا اتفضلي. لسه قدامي شويه يا سو، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي، مش مهم خلاص توظف فيهم بقى بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه.
شو ممكن اطلب منك طلب؟ فكره الجمل اللي اديتيه لي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه؟ سمره؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتي لي منه تاني. ثانك يو باي. كسوف بقول لك ايه؟ في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم ها؟ يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام. قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح. ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. اشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله. الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه. ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عجل واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيبي ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة امك. وحياة امي. اسفة يا عمي، اصل يعني الخطة بس اتخطيت معلش بجد. طبعا يا بنتي. ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك واشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوة قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا ساعة كده وهجيلكوا. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم؟ دي احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاع؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل. لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي. لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. يعني انت دافعه عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليكي السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو تحبي. قولي الحمد لله ان احنا بناكلكم. يا بنت قسما بالله عذبك بطبق السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفه بعيده قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزه الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش اديهم لك. اوعى من وش. يلا يا خالتي يلا. اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بينا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفه، حطوني في حته كده اسمها ستيفا استنيت فيها. ايه ده؟ ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حته كده زي ويتنج اريا بس زحمه قوي، حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. الجوجل هتستني. ما اعرفش، I don't think انك هتلاقيها يعني. نيلي سو ازيك؟ هاي هاي.
هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بعيد. على فكرة أنا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. إن شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس انت بقى لما تتحبسي المرة الجاية بقولي لي عشان أبقى أجيب لك عيش وحلاوة. باي باي. So funny وفيك قوي. على فكرة دي مش عينيها، دي لانسز. أنا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو انت هبلة صح؟ لا أنا عادي. أنا مش فاهمة، يعني هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ أنا ممكن أخلي بابي يطلعني في أي انترفيو أنا عايزاه بكرة على فكرة. أنا ليه؟ هي طالعة في انترفيو بتتكلم حاجات خيرية اللي هي بتعملها. أنت هتطلعي تعملي إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ أنا كمان هعمل خيرية. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبدالله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه. طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعه ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها، وانا بدلعها غصب عني، كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. اه معاك حق. ها صافي يا لبن حليب يا قشطه. على ميعادنا النهارده. بس يا خساره اللمه دي مش هتكمل، اصل شريهان تعبانه شويه مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لان عندها انترفيو النهارده في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعديه. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعالي لي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني أمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما تأخرش. باي باي يا سي عبدالله. ناوية على ايه يا صبوحة؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه ده الواد طيب وحته سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجوده يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشا يا حبيبي انا جايه افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشا؟ وحشتيني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا. مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي؟ عايزين تفضوها سيره؟ الدنيا يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها؟ وانتي يا حبيبة خالتك افردي وشك شوية، ادي الواد شوية حنية. وانت يا نوشة ما تنساش بقى سلمني على امك، اصلها وحشاني.
يا معسلة قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعة حاجة ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ أنا أصلا مش موجودة يا هاني، أنا في مشوار. طب ما تتأخريش بقى عشان أنا قاعد مستنيك. ايه؟ في يا بت؟ بقالي أسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ أنت إزاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفة في الشارع وكمان وأنا لابسة البرتقانة؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو، انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قال لك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه، ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. حات امك يعني؟ انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدودة والمنخل؟ دودة ايه وانا موديك جنينة الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيرة دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضارة ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا والشلة. بس مفيش شلة، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحة عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامة؟ مفيش كرامة في الملاهي. هاني هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. بس وحياة ابوك، خد البلوزة دي دوسلي عليها شوية. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزة دي مكمكمة ليه كده؟ انت كنت ناشراها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك، فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. ألو. إيه يا حبيبتي، في إيه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش أكتر. طب خدش. وخدي دي كمان لحسن، ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش، انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه. ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، الصراحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ انا بحب اشرب معس. عندكوا قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل. اتفضلي يا هانم. اتفضلي حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوه قوي، مش بطال. بس المزيكا يا اخويا جايبه لي كرشه نفس وقلبه معدتي. مفيش حاجه فريحي كده؟ فريحي؟ اه اخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. اتفضلي. اتفضلي. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني. دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو، وماله، ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. بشجعهم. سي انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد الله.
اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول؟ ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قلب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني، احنا مش مفروض في مطعم؟ افتوت. ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوم لك، انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقول لك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لزق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه خلاص سيبلي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي، ايا كان دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ انا الماكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الانسة نيلي. الانسة نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انتي مش فاهمة؟ كارثة. الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان انا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا ايه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه حضرتك. انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى أكون قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده. نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقة دي، دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الأسئلة. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي ميرسي، ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنتِ رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي، أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني، أنت بيبي قوي. لا بيبي إيه؟ ده البرنامج، يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، أقعد في أي حتة. طيب اتفضل. ممكن تظبطني بس؟ يا باشا والله أنا واقف بقالي ساعة أهوت مستنيك. عند البوابة مستنيك. ماشي، مع السلامة. هو أنت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده، بقول لك عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه. انا حاسه ان هيجرالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. هندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو. وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز، يعني ساعه زمن وهنخلصها.
هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي، في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنتي، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات فين ايه هاني؟ احسن يا وحش جدع، بيت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ، اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحبيب مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه، اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام، والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو، هو ده هايل يا عصام، مكمل اول يا اخي. منك لله يا اخي، منك لله، البنت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. ايوه قمرتنا ست صباح. اسلم ايدك يا بطاوي، تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيف، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكرع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بق بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني يا امه
احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. الحمد لله، اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي، فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين والجو ده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. ده أنا اللي مكسور في الحياة ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حدفة كده. واللي على فضل كريم
انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي بقول لكم ايه؟ نيلي نموذج من ضمن نماذج موجودة عندنا، ما بتعبرش عن طبقة ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في أيام سودة، أيام غبرة الحقيقة. سعيدة؟ أيام غبرة؟ هو أنت بتتريق؟ واضح إن أنت ما فهمتش الفيديو كليب. أنا ما فهمتش. أنت ما فهمتش، بس أنا متأكدة إن التارجت أودينس بتوعي فهموا أنا عايزة أقول إيه. يعني أنت شايفة إن الفئات المستهدفة اللي أنت بتعبري عنها أو اللي أنت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده. رقص، ضحك، هزار، يعني أنا قعدت أذاكر كل الأغاني الشعبية بتاعتهم، لقيت إن هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوة، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فأنت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا. أيوة بالظبط. نفس جواها بقى الرسالة بتاعت المغنى بالظبط. جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم أغنية كلها وجع وألم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط. وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا. فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوة دلة. لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة. تقعد على بعضها ازاي؟ بالزبط. ما لازم يبقى منطقيين. بالزبط. دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكور عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة. بقيت كده ممكن ضعفك تنمل. انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده. والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه. ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون. منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قوليلي إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. طيب معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد أن أنت مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة طبعا. ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيف لو سمحت. لا 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 انت اوفر قوي، احترمي نفسك. انت شايفاني مش محترمة ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده ايه؟ انا مش عارف ان ايه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال. على اي حال معنا تليفون تاني. عم عيسى بيكلمنا من مطاي. ازيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهايه خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نماذج موجوده في وسطنا. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجه اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجوده وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفه يا استاذ يوسف. I'm sorry, I have to leave. لو سمحتي نيلي ما فيش حد هيمشي، انا استاذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استاذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. طعم بشك؟ قول يا اخويا بالهنا والشف. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس.
ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي بحياه امي مش هقدر، لو اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرى لي حاجه. بجد يا صباح؟ اه بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحه؟ لا من القشطه. مالك يا سي عبد الله؟ انا؟ لا لا انا زي الفل. الحقوني يا ناس الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الاستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق، الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان تتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجة؟ ايوة يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالونا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبونا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكره انت جايبه كومبارسات؟ لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبه كم ناس غير طبيعي مالوا القناه ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي بره. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مره. لا لا معلش، انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان. انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. لا تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت. الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروا فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي، ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح، ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه، المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس
ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخاص اللي هترصيه ده. وسعي كده. تعالي يا بيت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من الدكتور. اهو جه. مساء الخير يا جماعة. ايه الأخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر أدوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وأنا أعرفك أصلا؟ أنا بسألك عن بابي. أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف ده ما تقلقيش عليه، هو بس أول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي هو حالته ايه. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي بخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ ايه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ لكن دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي انت ازاي تقولي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتتف تفاف عادي كده تفو. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس. بصراحه حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي، سرقت منك. وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي اللي استريح فيه،
انا هنزل الشغل فورا. سمعت الدكتور قال ان انا كويس، ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي تبع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقولك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي واديله الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامة. الله يسلمك يا غالية. بعد اذنك. مع السلامة يا عمو، الف سلامة. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره. الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريا. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ مكتبك. اتفضلي. شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله الله يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله يا الله. الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي يا نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معانا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ عشان الانترفيو ده. انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي،
ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. You know what سمينة is of course. Yes. انت عارفة بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي، وخبت كل صورها القديمة. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها، انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحبه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس لمي تشيك بليز عشان عندي حاجه البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقولك ايه يا عروسة؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفة عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه بيتك دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو ايوه يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فبقيت النهارده شكله قرفان وهيعرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انتي. انا بمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ اه يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيا كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش، انا ما اقصدش. جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك، مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت هم اللي. ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شرام مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شريهان. عارف شريهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطرك. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوة، محدش له دعوة، بقول لك محدش له دعوة. ايه ده ايه ده ايه الخناقة دي؟
ملناش دعوه باي سوء، عايزين نشوف فين سيف ده. متسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لو سمحت هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفيني سجقه؟ انت بحد الشر حضرتك سجقه. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قفل العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت غلطت، والبني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا، بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه كفته دي. اه حلوه الكفته، اعمله كفته، هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال، انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايته. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا، بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. ازي حضرتك، عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. اه لا، بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني، لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. اه انا كويس. طب الحمد لله. طمني، امال قلقني ليه عليك يا اخي؟